سيدي بارود أخرت كتير وكل الناس صارت هون. اجيت انكسرت هي جسي ماتي سنگ کمہار ماتی بن جاوے ہے مورت لاگے اس کا ہاتھ چھاپ تلک دونوں کی ہووے جب ہو Parvati. بتجنني. تعالي معي يلا. شو وينو أبي؟ شو عمتي؟ مو قلتي إنه جاية معكم؟ إيه بصراحة يا بنتي نحن استنيناه هنيك بس اتأخر كتير ولهيك نحن سبقناه. خلاص ما تاكلي هم، أكيد هو بيكون على الطريق. ما هيك سومير؟ إيه صح. بس كمان حتى سونهيري ما إجت لهلا. إيه قال إنه رح تجيب رفقاتها وتجي، بتكون على الطريق. يلا تعالوا. قلبك عم بيدق بسرعة، شكلك خايفة. إذا ما بدك منوقف كل شيء لسه معنا وقت. صراحة أنا شايفة الكذب والخوف بعيونك، كمان إذا ما بدك ما منكمل. عمل الشيء المناسب، خذ انت القرار. طيب رح نكمل ولا نشوف ثقة مين بتنتصر وشو رح يصير؟ انا جاهزة. شكلهم مشعلين النار عن طريق الزيت، المي ما عم تطفيها، روح جيب لها شوية تراب. طيب ماشي. كيفك تاغور؟ أنا جبت لك هدية معي، تعال منشان تشوفها. بما أنه وصلتي لهون بالوقت المناسب، أنا هلأ لازم نفذ الوعد يلي عطيتك يا موهيني. ما عنا غير مشكلة واحدة، أنه رودرا لازق فيها وما عم يتركها وعم يراقب تحركاتها وما عم يشيل عينه عنا. انتوا الاثنين رح تتزوجوا اليوم وبتمنى لكم البركه، بتمنى لكم السعاده وبتمنى تتوفقوا كمان، ولازم تنتبهوا على بعض وما تزعلوا من بعض.
بدع القدير يباركك يا ابني ويجعل حياتك مليئة بالحب والسعادة وما يدخل الزعل بينك وبين زوجتك كل العمر. تعالي انتو لازم ما تكذبوا على بعض ابدا. امسكي ايده. اللي كيف رح تبعدهم عن بعض؟ بارو ما رح تكون لحالة ابدا. اذا ما رح تسكري التليفون وتبطلي تحاكيني اكيد ما رح اعمل شيء. يلا لشوف سكري التليفون وروحي مشان اعرف شوف شغلي. ايه شو وين السلاح؟ تعرف شو لازم تعمل؟ انتبه ما تخربت. ايه نحن لازم ناخد السلات ونحط فيها السلاح ورح نخلي الجيش يشوفنا ونحاول قد ما فينا نلهيهم ونشغلهم عن رودرا بأي طريقة. ولما هو رح يروح معهم أنا رح أخذ بارو بدون ما يحس أي حدا. يلا أخيراً وقت الانتقام قرب كتير.
نتري قال نتر تري نتر سو نتري سو لكاترم ستيا برابابا ديبيا براكاشا منتر سوروبا ماترم شو صار؟ لقيت دكور لسه بس لقينا شيء أهم لقيت لك شغلي أنا متأكد إنه رح تفرحك اتصل بهالزلمة من شان يوفي بوعده وينفذ الاتفاق تبعنا بس وين راح هلا؟ امتى بده ياخذ هالبنت من وشنا؟ انا بدي اخلص منها وارتاح هلأ خلصنا يا رودرا لأنه اللعبة خلصت شو وينك انت؟ شبك؟ ليش تأخرتي لهلأ؟ أنا خايفة لأن صاير حريق كبير ببيتنا أنا دقيت للجيران مشان يجوا يساعدونا بطفي الحريق بابا تعب بسرعة أنا كتير خايفة لا خلص لا تخافي يلا أنا جاي لعندك عجل بابا بابا شوفي شو ليش هيك تغير لونك سامرات البيت عم يحترق وأختك لحالة ما في حدا معه هنيك بس بتمنى يمضى هالحريق على خير يلا عسر يعني احنا لازم نروح طيب ماشي بس لنخبر ماما لا 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 معلش لا تخبرها هلأ انت خلي الموضوع بيناتنا نحنا بلا ما يغلى قلبه استنى شوي بس لنعرف شو القصة اي طيب يلا انا هلأ لازم روح مشي معي انت ايه ماشي استناني هون يا قدير هذا اليوم اختبار لإلي دخيلك ما تصعب علي وإلا انا رح موت حالي انا رح ارمي حالي بالنار واخلص وهيك أنا رح أخلص من كل هاي القصة ومن هالاختبار الصعب دخيلك يا قدير تساعدني لأنه أنا ما عاد فيني أتحمل هاي الشغلة دخيلك لا تتركني دخيلك يا قدير شو هي شو عم تعمل هون؟ شو قصدك؟ قصدي انهم اكيد كان بدهم يبعتوا مصاري وعن طريق الحدود حصلي اياها معناها كل شي عم يصير كان لهذا السبب
مشان هيك غيروا الطريق. بس ليش؟ بارو، 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 يلا حبيبتي رجعي لعندي. يعني بدك يعني؟ بارفاتي رايحة؟ خليكي واقفة هون، معلش خليها تروح. حماتي بس هي صار لازم تروح من هون، هي خلص حاجتها بقى بيناتنا. بس بتمنى هلأ رودرا ما يطلع لنا سنجق عرض بهاي القصة. تعي بارو حماتي استني. اللي وين أخذت بارو؟ أمان روح دور عليها. يلا لشوف. تعرف إذا حدا بيمس شعرة منا ما راح يصير خير، وأنا نبهتكن فهمان؟ روق بارفاتي موجودة هون، وين مفكر بدها تروح يعني؟ بارفاتي في حدا ضايقك؟ بعيد من وشي. تعي لا تخافي، مسكي ايدي. يلا تعي معي، يلا تعالي، ما راح يقدر يعمل لك شي. قربي. قربي مني، قربي، قربي. ليش؟ شو بدك؟ بس بدك تدمر لي حياتي رودرا؟ ما رح اجي، ما بدي اياك. لك يا مجنونة، هذا بده يقتلك. لا ما رح يقتلني، بس اذا اجيت معك ساعتها اكيد رح موت. أنت اللي قتلت لي زوجي وكل أهلي، وأنت اللي حرقت بيوتهم وسرقت كل شي بيملكوا. أنت اللي دمرني. إيه رودرا، بس هلأ في حدا يحميني منك، من حقارتك وغدرك. هو رح يحمينا وما رح يتركنا. تاغور رح يحمينا. لك انت غبيه،
ما في حدا راح يحميكي هون غيري. يلا خلصيني وتعالي معي، يلا بسرعة، يلا. شكلها بايرو غيرت رأيها وما بدها تروح معك، مشان هيك هلأ يا رود رح ميل حالك ومشي من هون، لأنه مثل ما سمعت البنت ما بدها إياك. ما حذرت يا تاجور، أنا ما رح أمشي من هون أبداً قبل ما أخذ بارفاتي معي، ما رح أسمح لك تضحك عليها. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.